بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة سهيرة العجمي، هكلمكم في كتاب صحة الأم وصحة الطفل. خلصنا صحة الأم، خدنا فيها 19 شابترز، ودلوقتي وصلنا لشابتر 8 في صحة الطفل، نيوتريشنال اسسمنت. خدت في الباب السابع ان انا اتكلمت على التغذيه والتغذيه السليمه وانواع التغذيه السليمه للطفل، وان انا ببتدي اهتم بالتغذيه السليمه عشان اقلل حاجتين، ولا زياده في الوزن ولا الوزن ايه كتير، الاتنين بيبتدوا يعملوا لي كومبليكيشن ويعملوا مشاكل. عشان كده الباب ده هنبتدي نحدد نيوتريشنال اسسمنت، بقيم التغذيه ازاي. نيوتريشنال اسسمنت ازاي انتربريتيشن اوف ارثرو انثروبومتريك. هبتدي اشوف بقى كتله الجسم. كومباريتيف ستادي اوف هيومن بودي ميجرمنت، هقيس الوزن الجسم. بايوكيميكال لابوراتوري، او عن طريق كمان المعمل، ان انا اعمل تحليل معمل، وفي نفس الوقت كلينيكال هفحص الطفل من راسه لغايه رجليه وابتدي اشوف ايه النورمال وايه الاب نورمال وايه الوزن بتاعه. اند دايتري داتا، وهبتدي اخد معلومات بياكل ايه وما بياكلش ايه من البيرسون او من الجروب او من البيبل. في نفس الوقت ابتدي اقيم اسكان ويل نورشد، بياكل كويس ولا مال نورشد اللي هو سوء ايه التغذيه، او اوفر نورشد ان هو بياكل كتير، او اندر نورشد على اساس ان هو ايه ولا عايزه ده ولا عايزه ده. فانا عشان كده بعمل ايه تقييم. كان في لسه حمله اللي هي بتاعه القزامه والعملاقه، وبيبتدوا يشوفوا الطول ويشوفوا الوزن. فانا هنا بيقول لي this can be referred to ان انا بعمل انثروبومتري، ببتدي بشوف بايوكيميكال عن طريق المعمل الفحوصات، كلينيكال ميثودز الاعراض اللي بيشتكي منها او العلامات اللي بتبان عليه السمنه او الوزن القليل، دايتري ميثودز نوعيه الاكل اللي هو ايه بياكلها الطفل. الانثروبومتريك من خلال ان انا ديفرنت ميجر هبتدي اقيس. اقيس ايه بقى؟ اللينث الطول، الهايت الوزن، الطول الويت اشوف الوزن، والهيد سيركمفرنس محيط الراس. اللينث الطول، الطول هيقول لي ان انا ميجرنج برود، ان انا ببتدي is used measuring the length of the children under 2 years old the nearest millimeter، بقيسه بالمتر. measuring the length من ال child lying down always giving reading greater the child acute actual height by من 1 ل 2 سنتي. assistant is need to measure a child on، هبتدي اقيس اللي هو الوزن الطول بتاع الطفل. height is measured with the child and adult in standing position في الوضع القائم، يبقى الطفل هينام يا اما الصغير هبتدي اقيسه بالمتر، هنا في الوضع القائم لو بيقف هيبقى هبتدي اقيس الطول واروح موقفاه على حيطه وابتدي اعمل علامه واقيس الطول، يا اما عندي الطول اللي هو موجود في الميزان. head should be in the frankfurt position، المفروض يرفع راسه passing from external ear hole to the lower eyelids، المفروض ان انا بحط راسه وبحط عليها الميزان وبيكون في الوضع الايه القائم. عندنا ده افضل وقت ان انا او افضل بوزيشن ان انا هقيس بيه الطول. الويت، الويت is called measuring the weight of the children under 2 years تحت السنتين، هبتدي اقيس الوزن بتاعه بالكيلوجرام. In adult and children 2 years a pain balance is used the measurement it also nearest بالكيلوجرام. In both cases في ديجيتال بقى الكترونيك سكيل، ديجيتال الكترونيك سكيل اللي هو مقياس الكتروني ويبتدي يقيس لي ايه الوزن بتاع الطفل، وهبتدي احدد المقياس بتاع الوزن. في عندنا معادلة، والمعادلة بتقول ان انا بحط وزن الطفل على وزنه الايديال وبقسم على المعادلة عشان يطلع لي محيط اللي هو الوزن الطبيعي. الهيد سيركمفرنس محيط الراس، وده اذا ميجرمنت اوف ذا هيد، بقيس محيط الراس من سوبرا اوربيتال ريدج اللي هي الفور هيد الجزء اللي قدام من الراس، الانتيريور لغايه الاوكسيبيتال من ورا البوستيريور، وابتدي اقيس محيط الراس بيه طبعا ايه معايا ميجرنج اللي هو المقياس اللي هو المتر اللي انا ببتدي اقيس بيه، وده بيبتدي يحدد لي اللي هو السيركمفرنس. يبقى انا قست تلات حاجات دلوقتي، الهايت الطول والويت الوزن، والهيد ايه سيركمفرنس اللي هي محيط
راس زي ما احنا شايفين كده في الرسم، ان انا بقيس محيط الراس وهنا بقيسها من الجزء الامامي للجزء الايه الخلفي. Measuring the head circumference is usually assess، ببتدي اقيم منه chronic nutritional problem لو في اي مشاكل في التغذية في الشيلدرن وخصوصا تحت السن الكام السنتين في النمو الطفل، وده بيبين لي على طول لو في اي مشكلة هيبتدي يبين لي بمحيط الراس اللي انا هبتدي اقيس بيه. Weight for age index use the gross monitor، هبتدي اتابع وزن الطفل واشوفه لو هو underweight يا اما overweight حسب الوزن بتاعه، وابتدي اشوفه بقارنه بالاعمار بالعمر بتاعه، وبشوف الهايت، والهايت بيبين لي لو عنده chronic malnutrition عنده سوء ايه تغذية. Standing is defined as low height، الطول بيكون طول قليل for the age of the child compared to other children of the same age، وده عيب بيبقى في الغدد النخامية. Stunting اللي هي قزامة of children is a given population indicate، وده بيدل على ان هو suffer from بيشتكي من chronic malnutrition سوء تغذية عندنا، ومعنى كده ان هو النمو بتاعه مش ايه مش سليم. الweight for height الوزن والطول، لو في فرق بينهم يبقى معنى كده ان عنده acute malnutrition اللي هي سوء تغذية حاد. wasting is defined as low weight و low height، compare بين الاتنين يبقى معنى كده ان في مشكلة، والمشكلة دي بتبقى underweight، وان المفروض ان انا هبتدي ايه اعمل له referral واشوف له العلاج. البودي ماس اندكس هيقول لي ان انا الويت اوف تشايلد اور ادلت بالكيلو جرام بقسم الهايت ان ميترز، وببتدي اخد على الويت وببتدي اشوف اللي هو ايه بالكيلو جرام. البيرس ويت بيبتدي اشوف بالكيلو جرام 2 كيلو 500 جرام، ده النورمال بيرس ويت اللي هو الوزن الطبيعي للطفل. من 1500 ل 2499 بيبقى لو بيرس ويت، اقل من 1500 جرام دوا بيبقى very low birth weight، ودوا اللي بيحدد لي بقى الطفل اسكان هيدخل حضانه ولا هيبقى عندي موجود، وحسب المتابعه بتاعتي. يبقى انا خدت كده الايديال والنورمال اللي هو 2 كيلو 500 جرام، اقل من 1000 من كيلو 500 جرام ل 2 كيلو و 500 جرام يبقى low birth weight، اقل من 1000 من كيلو 500 جرام يبقى very low birth weight. Clinical methods of assessing nutritional status، هبتدي اقيم النيوتريشنال ستاتس على اساس ايه؟ ان انا ببتدي بعمل بشوف الديفيشنسي او في اي نقص، والسيمتومز اللي هتبان على الطفل، ان انا بشوف لو في اي حاجه في الاي، لو بشوف في ايديما، في جايتر، في عندنا سيفير فيزيبل ويستنج، اي حاجه ملحوظه يبقى معنى كده عنده ساين اوف نيوترينت ديفيشنسي اللي هو نقص الايه التغذيه. Dietary methods for assessing nutritional assessment، ان انا هقيم الطفل دوا وابتدي اشوف لو في اي defect في النيوتريشن، يبقى في نفس الوقت هبتدي ادي teaching للمذر وادي teaching للفاميلي والبربوز and calculate الدايتري واحسب الوجبات الغذائية بتاعته. وهنا عندي المعادلة بتبين لي لو في عندي اما العيب في الطول يا اما في الوزن، والوزن under او ايه عندي underweight او low weight، underweight اللي هو low يا اما overweight والاتنين خطر، فانا المفروض ان انا بعمل assessment عشان ابتدي اقيم واشوف الايديال اللي المفروض للطفل ان انا ابتدي اقيمه، ولو عنده malnutrition هعمل له referral، ولو عنده overweight بردك هعمل له referral، وفي نفس الوقت لو عنده اي علامه تقول ان هو عنده malnutrition يبقى ايه العيب، يا اما في بتبان عليه شويه علامات عيب في الجويتر، الغده ايه الدرقيه، العيب في الطول، العيب في الوزن، يبقى هعمل له ريفيرال واجيله للدكتور